أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا أنا بالبداية آسفين للتأخير 5 دقائق، وكله كان بسبب أخونا حكمة، يعني مو بسببي أنا. طيب خلونا نرحب بالبداية بأخونا حكمة ويشرح لنا سبب التأخير، تفضل. أهلين جون، نعم خربطت. أهلا جان، أرحب بيك وبالإخوة المشاهدين. وأنت طبعا ضحكتني يعني لما قلت السبب، هو سبب التأخير أنا وأنت، وخليها ساكتة أحسن. وخليه على جلدة الحنفية. على كل حال أعزائي، أنا سبب التأخير، وطبعا لا زينة زينة. أخوي حكمة بريء، يا بيه بريء من سبب التأخير. طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم راح نكمل محمد من الألف إلى الياء، وأنا كتبت مخماد، يعني كلمة مخمد هي استقصدت إنه أكتب مخماد عن صلعم أفندي. على كل ما راح نكمل محمد من الألف إلى الياء مع أخونا حكمة بن كثير. تفضل أخوي حكمة، الميكروفون معك. شو بتخبرنا عن بالجزء الثالث من محمد إلى الألف إلى الياء؟ تفضل. طبعا احنا وصلنا الجزء الثالث، لانه شوي تاخرنا، فما راح اطول على المشاهدين بالمقدمه. بالجزء الثالث وصلنا الى حواضن محمد ومراضعه عليه. لا تستحي، لا افضل تستحي، الجلد عليه، افضل الجلد. لا 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 تستحي، محمد عليه أفضل خرى وشخاخ، لازم هاي الكلمة تتعلق. المهم وصلنا إلى مراضعة اللي رضع فيها سيد الخلق مثل ما يقولوا. كانت طبعا نبدأ على الحواضن، يعني شلون أتذكر حواضن؟ حواضن داعش يعني أتذكر لما دخلوا الجسم، نسميهم حواضن احنا، يعني اللي يستقبلون الشخص اللي دخلوا داعش، نسميهم حواضن داعش، المحافظات اللي دخل فيها. على كل حال حواضنه ومراضعه، يقول كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه، يعني تحضنه يعني مو سبب حضنه، يعني أكيد يعني اللي تهتم به يعني. وكان قد ورث من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد وأرضعته مع أمه مولاة عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان ولمسلم عزة بنت أبي سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم. أليس لست بمخيلة وأحب من شاركني في خير أختي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فأنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، وفي رواية در بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت بي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري. هذا صار يتفلسف محمد، بس تكون حليلة ولا مو حليلة، هو بعد على مزاجه كل شيء. فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن. زاد البخاري. قال عروة:
وثويب مولى لأبي لهب اعتقى فأرضعت رسول الله صلعومي، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، فقال له ماذا لقيت؟ أعتقد حسب ما أقدر بنا أنه أبو لهب همنا يعني مرضع يعني على طريق زوجته أو أحد من الأقارب يعني من مرضعين محمد، فما أدري إنه الشيء صحيح ولا. أهل بشر خيبة فقال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة، وأشار إلى النقرة التي بين الأبهام والتي تليها من الأصابع. ذكر السهيلي وغيره أن الرائي له هو أخوه العباس، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر. وفي أن أبا لهب قال للعباس إنه لو يخفف علي في مثل يوم الاثنين، قالوا لأنه لما بشرت ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله اعتقى من ساعته، فجوزي بذلك. نص نافصل ذكر رجوعه عليه جلدة الحنفية إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة، بعد ما رضع من حليمة رجع إلى أم آمنة. آمنة كانت دي أسألك حكمات حبيبي، يعني ليش بعتوه للصحراء لأنه مشان يرضع من غير أمه؟ يعني ليش أمه تخلت عنه لعمره 6 سنين؟ شو السبب برأيك؟ شو الأسباب؟ أو إذا زي المفسرين وفي الأحاديث في هالأشياء هاي إذا مذكور شو السبب يعني؟ هم يقولون دزول الصحراء أو للقرى على أساس أنه يتقن اللغة العربية ويبتعد عن الأمراض، بس هي هذا طبعا عذر يعني سخيف جدا. يعني شلون يدزول المكان؟ احنا نعرف القرية هي ما فيها النظافة ولا الاهتمام، كيف يعني كيف راح يبتعد عن الأمراض؟ هذا كلام فارغ طبعا. والمعروف انه اهل قريش هن اهل الفصحى، هن اهل اللغة الفصحى، يعني هن اللغة يعني هلا اذا رحنا على المدينة، اي مدينة مثلا، ورحنا على القرى بتلاقي على دائما الأهل المدينة إن اللي عندهم الحضر، الحضارة، التحضر، اللغة الأنسب والتعامل يعني. أي طبعا، هو المدينة هي اللي يجون بها الشعراء والفطاحلة والأهل اللغة. الواحد يريد يتعلم لغة حقيقية يكون بالمدينة مو بالقرية. قرية شيء يتعلم أصلا. القرى ما فيها ناس كثير يعني. وإذا على الأمراض طبعا المرض ما هو اللي ينتشر بالقرى مو بالمدن، لأنه المدن شوية يعني هو كلهم كانوا أهل بدو صحراء، بس شوية يبقى أحسن من القرى بالنظافة وبالاهتمام وبالشهوات. هاي العذر أصلا هي كانت تريد تتخلص منه من طفولتها. يعني يقال انه كانت حاطه يعني علم، والعلم يحطون نسوان لما الرجال يجون يمارسون جنس معهن يعني. ف يعني باليوناني بيقولوا بورديلو. ايه بورديلو، على بس ما كان اكو شبابيك وشغله يعني. كلمه بورديلو اي يعني مكانات تعرض نفسها به يعني. بورديلو بدويه يعني. بالضبط يعني. فهي يعني ماكو ما في أم يعني تتخلى عن ابنها ببساطة يعني، هي ما صدقت تخلص منه مثل ما يقولون. فيعني هو أصلاً على مد هذا قال أمي راح تدخل النار، قال على أبو أمه راح يدخل النار لما أحد الصحابة قال أبي في النار، قال أبي وأبيك في النار يعني. وحتى على أمه قال الله سمح لي انه ازورها بس ما سمح لي انه ادعي لها
بينما هو لأتفه الناس كان يدعي ويقول له أنت راح تدخل الجنة. شمعنا شمعنا يعني أمة ولا قال حتى على ورقة من نوفل قال راح شفت حلمت إنه هو لابس ثياب بيضة وهذا معناته إنه راح يدخل الجنة. أعتقد في حلقة اللي فات له قبل حكينا عن الورقة إنه ما يدخل النار على اعتبار أنه كان قريب من محمد أو مهتم به. فإذا ورقة دخل الجنة ليش ما دخل أمه وأبوه؟ يعني هو تقريبا صار مشارك في الله في القرارات. دائما لاقي الآيات والأحاديث تقول وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وبعدين كل الآيات تقول وما قال الله ورسوله وما أمر الله ورسوله، فيشرك نفسه بكل شيء. اشمعنى ما قدر يدخل امه او ابوه الجنه يعني؟ بالضبط، هو يشفع لكل امته يعني، ليش لامه بذاته لا يشفع؟ يعني لو ما كان في عنده هالحرقه هاي انه امه كانت شغاله عمال على بطال مثل ما بنعرف يعني الكلمه هي ما بدنا نذكرها يعني، مثل حط علم على الخيمه مثل ما بقولوا، واهلا وسهلا باللي جاي والزبونات اللي تدفع يعني. ف لو ما كان هيك ما يعني ما اظن انسان يعني يشيلك عن النبوه، وانه هو يعني قلبه مفتوح لكل الناس ويعني رحيم وشفيع. انسان عادي يعني مهما كان القسوه الا في حنيه للام يعني، ولكن هو عرف بصنعة أمه خلينا نقول، حتى غضب عليها كل الغضب، حتى ربه ما خلى ربه يشفع يدخلها جنته مثلا، وهو ما شفع له عند ربه أصلا يعني، ومع أنه هو شريك ربه يعني. مثل ما ذكرت أنت يا أخوي يعني أطيعوا الله ورسوله وتعلموا من الله ورسوله وسووا بطيخة ورسوله وكل القصص الفاضية. تفضل. بعدين اكو نقطة مهمة يعني، امه يعني ما حضرت الدعوة مالته، على اساس يعني تدخل النار؟ يعني هي كانت بعد النبوة ما نازلة على قولته يعني، على مفهومه هو انه النبوة ما نازلة على اساس تدخل النار. ما يصير واحد انت ما مبلغه تعاقبه على شيء انت اصلا ما مبلغه به يعني. الشيء على الاقل هذا الشيء كان يشفع له يعني، يكون هذا إذا هذا الإله موجود فيكون إله ظالم إذا يدخل النار يعني، على مفهوم الدين الإسلامي باعتبار هي غير مبلغة يعني، على أساس تدخل النار؟ وبعدين